سويسرا. منين كتسمع سويسرا؟ شنو يجي في بالك؟ طبيعة، أنهار. اليوم غنشوفوا سويسرا من جانب آخر. طوموبيلات، Rolex is one of the most luxury brands in the world. شوكولا. Welcome to the home of chocolate. الإتقان. But now to Switzerland. وصلنا دوكا للسنتر ديال زيوريخ، محطة اسمها ستادرهوفن، في اتجاهنا ان شاء الله للأوتيل. الأمتعة ديالك هنا تقدر تدسو، بحكم أن الماكلة اللي ندخلو له هو عبارة عن كبسولة. كما كتشوفوا موجود في قلب زيوريخ، وكيطلع على هذا المنظر الاكثر من رائع. البحيره اللي شفناها قبيله، هنا كيفما كتشوفوا مطاعم، هذا وقت الغداء الناس كياكلوا. ونقدروا نقولوا بانه هو ارخص اوتيل كاين هنا، الثمن ديالو 80 اورو. زيوريخ هي أكبر مدينة في سويسرا، موجودة في وسط شمال البلاد وقريبة للحدود الألمانية. خدات لقب أفضل مدينة من ناحية العيش لعدة سنوات. احنا قدام بحيرة زيوريخ. الصراحة الخوت الجو رائع، راه قليل هنا في سويسرا باش يكون الجو داير بحال هكذا، يعني مشمش، وزائد درجة الحرارة تقريبا واحد 25 حتى 26. بحيرة زيوريخ وهي واحدة من أجمل وأكبر البحيرات الموجودة في سويسرا، واللي كيفوق عددها ل 1500 بحيرة. تبارك الله اليوم البشر ياسر بحكم الجو بطبيعة الحال، فناخذ تجربة المشي وسط البشر اللي كيقولوا عليهم أسعد شعب في العالم. أسعد شعب، اللقب اللي خداه المواطن السويسري أكثر من مرة، وكيرجع سبب الفوز بهذا اللقب لعدة معايير، من بينها نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي والحرية، وكذلك غياب الفساد في الحكومات والأعمال. ودركا غادي نمشيو لقلب زيوريخ،
الا بغينا نقولوا المدينه القديمه. صراحة عجبتني فكرة الكراسي هنا في وسط الساحة، يعني بدل دوك المقاعد المعروفة دايرين كراسي بحرك في المنزل ديالك. هنا حصيرة في سويسرا، مليون بالمئة تلقاها دايرة واحد المئة الأورو. البلدة القديمة واللي كيرجع تاريخها للقرون الوسطى، والمعروفة بالدروبة ديالها الضيقة ومنازلها الرائعة واللي باقية محافظة على شكلها القديم. فبمجرد زيارتك ليها غتشوف سحر التاريخ الموجود في كل مكان في هذه البلدة. هذيك البلاصة اللي هي على ما أظن سوق أسبوعي، شنو نكتشفوه؟ هذا واحد السوق اللي كيبيعوا فيه الحوايج القدام زائد الملابس المستعملة. كاين الناس الدواقة أو للعشاقة ديال الفينتاج. نزلت من البيس ان شاء الله دركا غادي نمشيو للمصنع ديال الشوكولا اللي كاين هنايا في زيوريخ. الصراحه التنقل هنايا في زيوريخ شويه غالي. الحل الوحيد انك تمشي في البيس، والتيكت تقريبا كيكون 5 6 اورو للساعه. وصلنا وصلنا وصلنا. سويسرا كيف مشهوره بالاماكن والمناطق السياحيه والطبيعه الخلابه، كذلك فهي كتشتهر بصناعه وانتاج الشوكولا. من اللي يعرف الشوكولا المحبوبة من الكبار قبل الصغار؟ مكان غير القص. كأنشطة تقدر ديرهم هنا في زيوريخ، تجي المكان أو المصنع ديال الشوكولا، شركة ميندت. إننا في معمل الشوكولا. هاد البلاد هادي ما عندها حتى شي موارد، لا بترول لا ذهب ولا حتى شي حاجه، عندها الصناعه، وهذه وحده من الصناعات المشهوره بها سويسرا، الشوكولا. مع العلم ان الكاكاو ما كيتزرعش هنايا حيت لا المناخ ولا الارض تساعد على هذا الشيء. ومن بين الانشطه اللي تقدر ديرهم هنايا في مصنع الشوكولا هي انك تشوف الطريقه ديال الصنع ديال الشوكولا من ا جوسكا زد، والثمن 50 الاورو. حكم راس السنه قرب 4.50 اورو. هذا المكان اللي انا فيه هو حلم حياه بزاف الناس. هي فقط شوكولا، ولكن الاتقان خلى دوله كسويسرا تصبح من اغنى الدول. الاتقان.
جو المدينة الصراحة بالنهار رائع، دوك غادي نجربوها بالليل ونشوف واش كذلك زوينة. صراحة اللون ما عجبنيش. حتى هذه ما بيهاش، غير هي انا كنفضل بعض البلايص، وهذه زوج جبال لي. الشارع اللي احنا فيه الان هو من اهم الشوارع هنا في زيورخ. هاد الشارع هو جنة بالنسبة للناس اللي كيحبوا التسوق الفاخر، وفيه أفضل الماركات العالمية أو أغلاها، الفيرزاتشي، دوشي غابانا، غوتشي إلى آخره. كيوصل طوله الكيلومتر ونص تقريبا، كيبدأ من بحيرة زيوريخ وكيكمل في المحطة الرئيسية. العمر ديالو أكثر من 150 عام، وكيجي في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الغلاء ديال السلعة. هذه من افضل الحوايج اللي شفتها هنايا، اي بلاصه تقدر تقعد مع صاحبك تشرب بحال هكا. بسم الله، وهذا الشيء مزيان اقتصادي ينقص عليك، بحكم ان القرعه ديال الماء هنايا 2 اورو 3 اورو فما فوق. هذا واحد من المحلات القليله هنا اللي كيقدم الماكله حلال، فبالنسبه للاثمنه الصراحه شويه غاليه مقارنه مثلا بالمانيا واللي كتبعد من هنايا 40 كيلومتر. فثمن الكباب تما كيوصل 4 اورو، هو نفسه تقدر تاكله هنايا ب 10 اورو. وماشي غير زيوريخ اللي غاليه، ولكن تقدر تقول سويسرا كامله. من هذا المنظر الرائع كنودعكم على امل نتلاقاو في فلوق جديد ومغامره جديده. تبقاو على خير.